ألو بدرية، أنت منيحة؟ أنا منيحة. إيه تمام، كنت عم أحكي مع بيكو، قالت لي إنك ما رح تيجي المساء. بتمنى هالحكي ما يكون مزبوط، يعني هالحفلة هاي مو لمي ما كان. رح أعرفك على مراد أوناالميش. رح تيجي ما؟ تمام، جاي. يا عيني عليكي، باخدك المساء لكان. ببعث لك الوقت برسالة. لو سمحتي تفضلي. بدي قدير. عفواً الأستاذ قدير، عندك موعد معه؟ لا بس الأستاذ قدير باجتماع مهم كتير، إذا بدك خدي موعد ورجعي. كمان بتقدري تجي الجمعة للقضايا المجانية، بظن الجمعة بيناسبك. أهلا وسهلا. مدام جولبري أهلين. أهلين، بدي شوفه لقدير. الأستاذ قدير عنده اجتماع هلأ، بس فيني حط لك موعد؟ بدي شوفه بس دقيقتين لو على الماشي، مو مشكلة. فهمت، بس إذا بعطيكي موعد ثابت بيكون أفضل مدام. طبعاً أستاذ طبعاً، بس مثل ما بتعرف حضرتك حماية مصلحة موكلينا هي أهم شيء، لهيك نحن مصرين بتغيير المادة الأخيرة من الشروط، غير هيك ما بيناسبنا نبلش الشراكة. بنحكي مع شركاء الشركة للمرة الأخيرة ومنراجع العقد ومنرد لك خبر بأقرب فرصة. أستاذ مشكور على تعبك. تمام، معناتها بانتظار ردك. تكرم عينك أستاذ. أهلا فيك أستاذ، سلام. يعني صار مثل ما بدنا؟ أنت قول لإيليز تعمل التعديلات اللازمة تبع العقد وتبعته للموكل فورا. أنت هلأ خليته يوافق على المادة الأخيرة؟ ما عندهم حل تاني. هيكا، هاد هو أخي الوحش، تعالوا تعلموا من أخي قدير. والله بيكون الزلم انجلط هلأ. هلأ روح على شغلك، يلا عشت لها. جولبري؟ أستاذ قدير عندك ضيفة. وليش ما فوتوها؟ لأنه حضرتك باجتماع مهم مع الإيطاليين أستاذ. إليك زمان شي؟ لا ما صار لي شوي واصلة، ولا يهمك. لا تؤاخذيني جولبري، ما قدرت حل موضوعكم. قالت لي المدام أجدى سكروا المحل وعم تدوروا اتنيناتكن على شغل. دوري على شغل؟ جيمري الغي كل مواعيدي اليوم لو سمحتي، أنا طالع ماشي، رح جيب الجاكيت ومنطلع فورا. فيني افهم انا ليش ما بعرف بالموضوع جولبري؟ معقول اسمع من اخي بالصدفة انه مرتي عم تدور على شغل جديد؟ منطق برأيك؟ نحن تزوجنا متذكرة ما؟ قدير هذا الموضوع انا اللي لازم حله، يعني إلي سنين بدبر اموري، بعدين مو هذا موضوعنا. رحت عن نفوس مشان وراء حسن تبع المدرسة، طلع مكتوب بالسجلات انه متزوجين. منيح مو حسن اللي رايح يجيب الوراء، بعدين لانه تزوجنا صار لازم اخذ منك اذن على كل شيء.
هيك شفتي الموضوع؟ برافو، ولا كأنك بتعرفيني وبتعرفي كيف أفكر. طيب ماشي، مثل ما بدك تكرمي. رح حلها، رح لاقي حل مسألة الزواج تبعنا. أنت منيحة؟ بدك مساعدة بشي؟ هي أنت؟ لا، شكل عينه صابتك. بدل ما تكوني طايرة من فرحك طلعتي عم تنهاري من جوا. يا حرام. اصحي سيلين، آخر شي بدي إياه حاليا إني أتخانق معك، فهمتي؟ ها أرتمس، حبيبك ناطرك قدام الباب. حسيت اليوم أطول يوم بحياتي وأخيراً خلص. لكن شكلي لهيتك عن درسك اليوم بلا ما أعرف. حلوة هيك، طلعي فيني، كأنك تعبانة شوي. ما صاير معك شي؟ لا مو صاير شي. هلأ هو صار، بس انه مو مهم، عادي. شغل بالي الموضوع بس ما نقصة. اليوم الصبح لما رحت جيب ملفك لقيت شغلة بالدرج تبع بابا، كان في بضاءة لشركة تنظيم اعراس وشغلات بتخص هالموضوع. يعني ممكن يكون شي موكل عند ابوكي. بس كان في قائمة مكتوبة بخط ايده لابي، كان مكتوب فيها ورد وحتى خاتم. بعرف بابا دائما بيساعد العالم اللي ما معه مصاري، بس اول مرة بشوف هيك شي. واكيد يعني مو ممكن يكون في شي صاير بين امك وابي، انه حابين بعض او شي. هالشي سخيف مو؟ اكيد ما بتوقع، يمكن في شي ما بعرف، يمكن اهلك يرجعوا يتزوجوا. شفتهم الصبح كانوا قاعدين مع احلاهم متفقين. ان شاء الله يكون مثل ما عم تحكي، اذا هيك كتير رح انبسط. شو رأيك نروح على البيت هلا او منروح على السينما بالاول؟ موافق؟ منجرب، بركي بروق شوي. تعي نروح. حبيبي الحلو. لكن مثل ما قلت، بعتوا الوراق للمدام جولبري. خلاص مشي الحال، حسن صار بيقدر يسجل بالمدرسة بدون مشاكل. قدير أنا آسفة، عن جد أنا كتير آسفة. معك حق، عقلي كان مشوش، بعتذر منك.
وأنا بعتذر منك، بعرف الموضوع صعب شوي، مو سهل أبدا، بس أنتي رؤي. خلص كل شي منحله مع بعض، لا تقلقي، بكرة بتشوفي. تنحل. أنتي خدي هذا هلأ وخليه معك، لازم يضل بالمكان المناسب ومحبسي معي، رح حطه جنب قلبي. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ بتروحي على السينما؟ كيف؟ يلا يلا امشي، بدنا نروح على السينما، يلا قومي. يلا نروح على السينما. كانت حلوة ها؟ أول مشكلة بيناتنا. هلأ بالعادة أنا بكره هذا النوع من الأفلام، بس بلكي بيطلع حلو هلأ، شو رأيك؟ أنا مو فارق معي، مثل ما أنت بدك. حسن أنت اشتري التذاكر، أنا رح روح الحمام. إيه؟ حبيبتي فيك شي؟ وشك لونه أصفر، بدك نرجع البيت؟ لا، بدي أحضر أول فيلم إلي أنا وياك بالسينما، خليني هون هلأ لو سمحت حسن. ولا يهمك، أنا منيحة، تمام؟ مثل ما بدك، يلا لا تطولي. مرحبا. أهلا وسهلا. Bunun için teşekkür ederim. Duyulabildin mi Nadide abla? Nasılmış kafası? Ay her dalışta böyle oluyor mu? Yok ya, keşke öyle olsa. Biliyor musun asıl benim şimdi o kafaya ihtiyacım var. Ne kafasıymış o? Ceren bu ne? Hiç çekmiyor ki adam. Ay evet ya. Lesat ne hasse hali bir helim lehella. Bunun için teşekkür ederim. Kel şey maak ente ktir helu. إذا بدك فيني أكد لك إنه كل شيء عم نعيشه حقيقي. كيف بدك تأكد لي؟ بين كل هالمشاكل أنت أحلى شيء صار معي بكل حياتي. أنا بحبك كتير أم نمر. وأنا كمان كتير بحبك. جعتي شي؟ تاكلي همبرجر؟ لا ماني جوعانة. ليش؟ شو عايشة على التركيب الضوئي؟ الدنيا بالليل. عم نماش. شفتي لي كيف بلشت المعلومات القديمة ترجع على راسي؟ والله كتير متحمس. وكمان لازم تعطيني دروس لأرجع فوت بالجو منيح، مشان امشي مع المدرسة منيح وما اقصر بدرسي. لازم نجيب لك دفاتر ملونة لكان. لا ملونة لا. لا اسود او رمادي، ملونة لا. ليش حسن تاشكين اكبر من هيك؟ لا بس دفتر زهري او احمر يعني برأيي مو ظابطة. شو اوف؟ مو ظابطة. هدول أرتيميس وحسن. قدير مشان الله تخبى قدير. شو عم تعملي انت تحت؟ لك شو هذا اللي عم تعمليه؟ قول مري عيب عليك. ليش عم تضحك قدير؟ ليش عم تضحك؟ يعني هذا اللي ناقصني، حتى على السينما ما فينا نروح مثل العالم، معقول هيك؟ حاسه حالي مثل المراهقه. لساتهم هنيك شايفتيهم شي؟ لساتهم واقفين. ايه شو منعمل؟
بدنا نضل هيك للصبح يعني؟ ايه بس يروح ومنروح. موبايلي. هاي شيماء. هاي شيماء. قدير؟ وينك انت وبنتك لهلأ؟ ليك وانا مليت؟ الاكل برد، يلا تعالوا. لا تنطريني، انا مالي جاية. ماشي؟ تمام. شيماء لساتة عندكم بالبيت مو هيك؟ لسه ما لقوا الزلمة اللي تهجم عليها اصلا، وانا متابع الموضوع من لاقيه ان شاء الله. بس هلأ لقينا بيت بمجمع مأمن على اساس، ضل نقنع أرتميس بهاليومين بتنتقل. بيكون كتير منيح قدير. ايه اذا بدك افتحي الشباك وبيجي لعندك المساء. ها؟ الله يسامحك. شو بدنا نعمل؟ لسه ما راحوا. لك شو عم تعمل قدير؟ طلعي فيني. لكي والله قلبي انتفخ. قول بري ما عم ترد على تليفوناتي. انت عن جد اخذتي اذن منا ما؟ ايه خالته، لا تاكليهم. امي بتعرف. وين رايحه اختي؟ رايحه ادرس مع رفيقتي حبيبي. وانت نام فورا ماشي، ولا تعذب خالته. بس كانه تيابك مو تياب وحده رايحه تدرس عند رفيقتها. خير ان شاء الله. بدورتي اجت. اهلا وسهلا. ما بتصدق قديش انبسطت. هلأ بيجوا الولاد بيلحقونا لهم. خليني روح عبيتي بقى. ثواني، ما فيك تضلي تهربي. على ليلة خليني أعمل اللي ببالي هلأ. موقفي شوي، خلينا نلعب قبل ما نطلع. تروح معي على الماركت؟ قلتي لي مانك جوعانة. اشتهيت الشوكولا؟ شوكولا؟ الشوكولا ما بتشبه، نشتري شي تاني. ايه انا بدي شوكولا. خلاص ماشي تعي. يلا. ايه قدر عم تتصل؟ نعم قدر. جولبري، مالنا غيرك يا جولبري، ساعدينا. تعرفي أخي بالمشفى هلأ كتير تعبان، كل الوقت عم بيهلوس. جولبري جولبري، لو بتجي شوي يمكن ترفعي له معنوياته. لا ما فيني إجي. ليش ما فيكي؟ حرام عليكي. ليكي جولبري عم تجي نوبات عصبية من وراكي، كل الوقت الدكاترة عم يعطوه مهدئات. وأمي انهارت يا جولبري، أصلاً بدهم ياخدوه عمشفى الأمراض العقلية. هو حابب يشوفك لو سمحتي. لا تواخذيني، بس بصراحة ما فيني ساعدك. بدك يعني إجي لحتى يتفرج علي؟ لا ماني جاي، خليه يروح يتعالج. جولبري ليكي بترجعكي، يعني كرمالي تعي شوي. عم قلك ما فيني، ما رح إجي. يلا حبيبتي الله يكون بعونكم. شوفي شو بدهم كمان؟ لك أيوب بالمشفى، اجته نوبات عصبية، قال بده يشوفني. قلت لهم ما رح اجي وانتهى الموضوع. اف يلا خليني اروح.
أهلين بنتي. كيفك ماما؟ كيف كان الفيلم؟ حلو. أنت منيحة؟ لونك أصفر شوي. معدتي عم توجعني. لا، من شو هيك؟ ما بعرف والله، استفرغت كل شيء أكلته. سلامتك بنتي. استفرغتي؟ شبه بنتي الحلوة، أنت منيحة؟ يمكن أخذ برد. يا الله، خير إن شاء الله. بدك نروح على الدكتور؟ تعالي منوصل لعنده منطمن. لا بابا ما بدي، أنا أصلا تعبانة كتير. رح أعمل لك كاسة نعناع بالليمون لكان، إذا ما ارتاحت منروح. ها؟ ألو؟ بعتذر كتير منك، كنا على أساس نرجع نتصل ونسينا. عفوا. تمام. تعرف شو؟ فيني أرجع أحكي معك بكرة وبخبرك؟ ماشي، شكرا كتير لألك، تلاقي الخير، الله معك. شو؟ عم يحكوا معي من المنتجع، نسينا نلغي الحجز عندهم، وأنا ما عرفت شو بدي أقول. فيك تحاكي أنت بكرة وتلغي؟ يعني ما قدرت إلا والله اتطلقنا وما بقى فينا نجي، يعني بصراحة ربط لساني. خلص لا تلغي، روحي أنت وأرتمس غيروا جو شوي. دقيقة بس، كل شي عم يصير بسرعة كتير، يعني أنا ما فهمت أبدا. أنتوا عن جد عم تحكوا؟ ما بقى رح نروح مشوار عائلي مع بعض يعني؟ هلأ فكري فيها، مشوار معي مشوار مع أبوكي بتقضيها تسلاية بالصيف. لا أمي، أنا ما بدي هالشي، أنا بدي نكون عيلة ومع بعض. هلأ وقته لهالحكي؟ إيه وقته، على أساس أنتوا اتنين حضاريين، صار لكم كم يوم عايشين بنفس البيت وما تخانقتوا، حتى أنكم طالعين أحلى من قبل، متفاهمين كتير. برأيي فينا نقضي العطلة سوا، لو سمحتوا زبطوها بيناتكم، خلونا نروح كلنا مع بعض. ايه ايه، عن جد شكرا لك، كتير انبسطت اليوم، شكرا. هلا مو هيك قصدي يعني. شو بدنا نساوي؟ انا صار لازم روح على البيت، اتأخر الوقت وبكرة عندي تدريب كمان. لك انتي ما بتعرفي تنبسطي، لك بعدين لسه في وقت، بكير تروحي على البيت. عن جد لازم ارجع على البيت اركان لو سمحت. طيب مثل ما بدك، انسى بترية، هالمرة رح يصير مثل ما بدك، بس المرة جاية على كيفي. Thank you.
حبيبي جهزت لك شنطتك، يلا تعال. أمي جهزتي لي أغراض المدرسة شي؟ إيه جهزتهم، واليوم بدي روح أعمل مقابلتين شغل. تمام تعال. حسن ما عم لاقي بطاقة الباص تبعي، أعطيني بطاقتك. ثواني ليك بالغرفة بنطلون الجينز. صباح الخير. صباح النور. الولاد لساتهم جوا؟ بعرف حياتي، أنا أصلاً جاي أحكي مع حسن مو جاي لعندك. شت رفيقي حسن كيفك؟ قدير بده يحكي معك بشغلة. صباح الخير. صباح النور حسن. حلينا موضوع المدرسة، قلت بجي وبخبرك. حكيت مع مدرسة أرتميس وسجلناك هنيك. خاصة؟ أي يعني لازم ندفع، نحن ما فينا هيك، بدي مدرسة حكومية. أي بعرف، لهيك دبرنا منحة. كيف دبرت منحة يعني؟ مين دبرها؟ واحد من موكليني، هو بيحب الخير ولا يهمك. إذا هيك لكن تمام، بعد دوام المدرسة بشتغل وبتفعله. أنت دروس ونجاح وبس. تمام؟ شكرا كتير، عم نعزبك معنا أخي. بدرية إذا بدك منحكي مشانك كمان. لا أنا بحب مدرستي، وإذا نجحت بالامتحان رح انقبل بمنحة برا البلد. شو صار معك بالامتحان بنتي؟ مشي الحال، دبرت أمي، حليت المشروع لحدا من رفقاتي. تمام لكان، أنا رايح. يلا باي، ضرب كفك. أوه. الله معك أخي. عصبتي شي؟ عصبتي؟ لا ما عصبت، تعلم الدرس. أنا طلعت لحتى أشكرك. إذا ضليتي عم تطلعي فيني هيك رح دوب بأرضي. ماشي؟ أنا رح أروح على الحديقة باستراحة الظهر، ومرتي بدها تطعميني فطاير، بدي أكل. ليكي ما رح أتحرك من هون خطوة واحدة لتوافي. شو؟ خلص ماشي. قدير الله معك حبيبي. خلص الورق الأبيض من عندي، كان بدي اياهم مشان الوظيفة، قلت بشوف بابا إذا كان عنده بالدرج. تمام يلا. أمي أنتي لسه بتحبي لبابا؟ بنتي شو خطر لك السؤال هلا؟ جاوبيني بس، بتحبيه ولا لا؟ ليكي بنتي، أنا وأبوكي قضينا سنين طويلة مع بعض على الحلوة والمرة، يعني زواجنا كان حلو، وطبعا ما فيني أنسى. أبوكي إنسان منيح. تمام أنا أخذت جوابي. يلا. تفضلي مدام. شكرا كثير لك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا.
أهلين يا أنسة. مرحبا. أهلين. تفضلي. بدي بيع هاد لو سمحت. ثواني بس. مينو؟ كنت زعلان بس هلأ يمكن يتحققوا كل أمنياتي. ليك اسمعني، عمو قدير رح يساعد أخي لحتى يرجع على المدرسة. بلكي منرجع منعيش مرة تانية مع بعض. عمو قدير وأمي تزوجوا. رح نصير عائلة وحدة. كتير حلو ما؟ انت عصفوري الحلو. هيك احسن؟ مرتاح؟ اه. ايه وشو قالك بالضبط المحامي مسعود؟ ضل شاب من طرفه هون منشان يعمل كل إجراءات طلعتك. إيه. ولما تخلص كل هاي الإجراءات رح نروح على البيت. عنده اجتماع هلأ لهيك رح بكي. إيه منيح. حط لك مخدة تانية لا بابا؟ ما في داعي، منيح هيك. أصلا ما رح أرتاح غير بتختي بس أرجع البيت. طبعا إذا مسموح إني روح لهنيك. أهلا وسهلا. البيت بيتك يا عقوب، بتعرف إنك عمود بيتنا، أنت الأساس، مكانك فوق راسنا كلنا يا عقوب. إيه هيك من الأول كنتوا هدول يعقوب وفاطمة تعشكين بمئة سنة ما بيتخانقوا. لا بنتي ما منتخانق أكيد. لا ها ها ها. الضفر ما بيطلع من اللحم بنتي. لو تعرف قديش تعبنا بغيابك يا عقوب. من لما طلعت من البيت روحنا طلعت معك يا عقوب، ما عاد قدرت اهتم بولادي مثل قبل. انت كنت كل شي بهداك البيت، ما فينا بلاك ابدا. بشكر الله وبحمده انك رجعت لنا بالسلامة. الزلمة قال لشيما هون انه ما في داعي تاخدي كل قضية كانت تجيكي، بس ليك هون قضايا شركتكم كلها يعني ما فيها شيء غير قانوني ابدا. هو ذكر اسم شركة؟ استاذ قدير ما في هيك شيء اكيد. نحن ما منبيض اموال. مين ورا هالقصة وشو ناوي يعمل؟ ما فينا نعرف شيء هلا، واصلا انت اعلم مني بهالامور. حتى لو كان هيك انت مو متوقع شيء، صلك سنين عم تشتغل بالسوق وبتعرف الوضع. ايه طبعا اكيد عندي توقعات، بس ما فيني حط موكليني بهيك تهمة. طبعا شكرا على محاولتك ومساعدتك، بس كمان لازم احمي اسمي قبل كل شيء. عن اذنك هلا عندي محكمة، اذا صار شيء جديد بخبرك. تمام. انتبه على حالك. وانت كمان. أهلين مسعود. شيمة. قدير بعت وراي، أنا هلأ طلعت من مكتبه. إجا هو وسكرتيره وحط لي قائمة بكل الموكلين الموجودين عنا، وكمان قاعد يسأل. أنا ضيعته شوي بس يعني طلع فيه تطليع على قيمة وأنا طالع من عنده. إيه مسعود أنا قلت لك هالحكي، شو الجديد يعني؟ قلت لك قدير ما نو قليل أبدا. خلص تمام روق، منحكي وقت شوفك بيكون أفضل. إذا بعت لك اللوكيشن بتجي بعد ساعة؟ ماشي شوفك.
أخبار حلوة. ها؟ طلعت التحاليل كلها نظامية وما في شيء، حتى وضع رحمك والبويضات كل شيء منيح. ما تخافي أبدا مدام. في إمكانية للحمل يعني؟ إيه طبعا، بس بدنا ننتبه على حالنا. رح تاخدي إبر الهرمونات اللي عطتك إياها، ولازم نتابع أول بأول. مناخد اليوم أول إبرة ماشي؟ ماشي مناخد فورا. تاني مرة خليكي منتبهة أكتر يا جزرة. أرتميس لك شو عم تعملي؟ تركيني يا بنات. شو جنيتي ها؟ خلاص بعدوا عن بعض. سيلين شو القصة؟ أرتميس 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 أنت منيحة؟ أرتميس أنت منيحة؟ أنت بخير يا بنتي؟ أرتميس جيبوا لها مية بسرعة. جيبوا الإسعاف فورا. أرتي فيقي. أنت سامعتي يا أرتميس؟ أرتميس أنت علينا. أرتميس ها؟ كنتي عند الدكتورة؟ إيه. شو حاطة ببالك كمان شيماء؟ ها؟ ولا مو ناوية تخبريني؟ ما في داعي لكل هالتفاصيل هلأ مسعود. بكفي إنك تعرف إنه جولبري وقدير ما قدروا يقولوا للولاد لسه، وأنا ما رح خليهم يحكوا أبداً. رح ساوي كل شي بقدر عليه ليرجع لي قدير. يلا أهلين سيلين. عمو قدير. شوفي عمو قدير، أرتميس تعبت فجأة. شو يعني تعبت فجأة؟ شبه أرتميس اجت سيارة الإسعاف رح ياخدوها على المشفى يلي جنب المدرسة. تعال بسرعة عمو قدير. جولبري قدير أنا وصلت. ما رح أقدر إجي، لازم روح على المشفى فورا. ليش شوفي؟ أرتميس تعبت فجأة. شو قلت؟ بأي مشفى هي؟ قلني. أي ماشي. أخ منك يا أم نمش، حاطة موبايل على الصامت. أمي أمي، كل المواضيع رح تجي بالامتحان والوحدة السابعة كمان. ماشي تمام؟ ماشي أنسة. شكرا كتير. شكرا. موفقي. باي أنسة. بدرية رجعت حكيت مع أهلي بالموضوع وقالوا أنه رح يسجلوني بالمنحة. دبرنا المصاري بس ما بعرف لمين أعطيهم. ممتاز بدرية، استثمارات التسجيل هي معي بغرفة المعلومات، ورح أعطيكي رقم حساب تحولي عليه المصاري مشان التسجيل، وبعد ما تعبي الاستمارة بتجيبي لي إياها. تمام؟ ماشي أنسة. تمام، مري لعندي قبل الدرس. سامحني يا رب. شو بطل حدا يعرف يرد على تليفونه؟ ردي بدرية. ايه حسن. بدرية حكيتي مع امي شي؟ كنا على اساس نروح على المدرسة. لا والله ما بعرف وينها، بتكون عم تدور على شغل. طيب ماشي. ورائي بتعرفي وين حطتهم؟ بدي اياهم لشوف اذا ناقص شي بكفي انا. ايه شو بيعرفني حسن؟ ليك رينجرز المدرسة بدي روح. باي باي. وين بدهم يكونوا يعني؟ أكيد ما أخذتهم معه.
الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. كيف حاسة حالك هلأ بنتي؟ أنت منيحة أحسن؟ بابا أنا عن جد صرت منيحة. أصلاً ليش جبتوني على المشفى؟ يلا امشوا نروح على البيت. ما فينا نروح على البيت قبل ما تطلع النتيجة. خلينا نعرف ليش غميتي بنتي. ارتاحي وما تتعبي حالك. نامي شوي بنتي بترتاحي، وبتفيقي بتكوني أحسن، ونحن هون جنبك ناطرين. تمام؟ مرحبا، كيف صرتي بنتي؟ منيحة. لو سمحت دكتور، طلعت النتائج؟ لا لسه، اجيت شوف أرتيمس بالغرفة أول، ورح نعمل بعد شوي كم تحليل احتياط. لا ما في داعي، أنا صرت منيحة عن جد، ما في داعي تضيع وقت. الحمد لله على سلامتها. لو سمحت دكتور، فينا نحكي معك دقيقتين بس؟ ايه طبعا. لو سمحت احكي بصراحة، شبه بنتي؟ بكير على تشخيص الحالة، بس العمر والوزن وأعراض البنت بتدل على بولوميا العقل. من ايمتى عم تستفرغ بتعرفوا؟ هي مبارح استفرغت، بس نحن فكرنا أن أكل شيء أكل مو نظيفة مو أكتر. أنا ما انتبهت أبدا، كيف هيك دكتور؟ أنا ليك وهذا شك بس، فطولوا بالكم. أول شيء منتأكد، بعدين منلاقي العلاج النفسي المناسب لهي الحالات. ممكن يكون في مشاكل صعبة عليها، منحكي بس تطلع التحاليل. خدير نحن كيف ما انتبهنا على هالشي؟ انشغلنا بحالنا ومشاكلنا، وبنتنا الوحيدة كانت رح تقتل حالها ونحن مو حاسين. شوفي شو رح موت يعني قولي. لا بعيد الشر عنك بنتي، شو عم تحكي؟ لا بقى تقولي هيك. لا تعبيها زيادة لأمك بهالحكي بنتي، ما بيصير. خوفتين عليك كتير حبيبتي. إذا أنت منيحة فنحن مناح، تعرفي هالشي. قلي لي يا روحي، من أمتى عم يصير معك هيك؟ حبيبتي الحلوة قوليلي، لا تخافي. صار له فترة طويلة. طب ليش ما حكيتي؟ بس استفرغ كنت ارتاح وما توقعت يكون في شي مهم. شيماء. مرحبا، بدي شوف أرتمس أيضا. أهلين، بس ثانية. الغرفة رقمها 264. من أي جهة؟ من هون مدام، تفضلي. شكرا. لا تخافي، رح تصيري منيحة. تمام؟ بدي معنوياتك عالية، انت رح تتعالجي. ايه حبيبة قلبي. نحن جنبك، لا تخافي حبيبتي. انا وامك منحبك كتير، بتعرفي هالشي مو هيك؟ كتير منحبك يا روحي، لا تخافي. بابا، لقيته أخيرا بقى. ما
كيف متجوزة؟ ونحن منحبك كتير يا روحي. منحبك كتير حبيبتي. لو سمحتوا رجعوا لبعض، بترجاكم. كتير حابة أرجع أشوفكم مع بعض مثل الأول. تزوجوا.